بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. انا بشجع جونيور فينيسيوس بصرف النظر عن اني مدريدي. اللي حصل مع جونيور فينيسيوس في ملعب فالنسيا ملوش علاقه بكره القدم. احنا من كتر حبنا في الكوره بنبص على الحياه من الكوره، فيها الفاشل وفيها الناجح وفيها اللي على قد حاله. قلنا الكوره اكبر من مجرد لعبه، لكن اللي حصل مع جونيور فينيسيوس ده حاجه غريبه قوي. وخد حته كده على طرف المعلقه، الغرب دي عالم غريب قوي، متقدمه في كل حاجه، حرفيا في كل حاجه، ويقول لك مثاليين ويقول لك عنصريه. مباراه بالنسبه لريال مدريد لا تشفي ولا تغني من جوع، خسر الدوري الاسباني وخرج بفضيحه من دوري ابطال اوروبا، لكن مباراه مهمه جدا بالنسبه لفالنسيا تحدد مصيره في الهبوط. ولجأ جمهور فالنسيا لاستفزاز اللاعب البرازيلي جونيور فينيسيوس علشان حاجه ما ترضيش اي حد بيحب كره القدم. وحلقه قويه جدا، حلقه ناريه. قبل ما نتكلم في حلقتنا عايزين نقول لقهوة الخواجع انزل دوس على اللايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ليصلك كل جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عمله جماهير فالنسيا مع جونيور فينيسيوس لا علاقة له بكرة القدم، لكن هم عرفوا يستفزوه ازاي. استفزوه الاول بهتافات، وجونيور فينيسيوس كمان سنه الصغير وقلة خبرته بيشاغل نفسه بالجماهير، لان احنا قلنا ان هو لاعب حريف، لاعب جوهرة سوداء، بس لاعب مزاجنجي بيحب المود بتاعه يبقى حلو عشان يبدع في الملعب. استغل جماهير فالنسيا النقطه دي وقدر يقول هتافات تضايق جونيور فينيسيوس، وجونيور فينيسيوس ساب المباراه وركز مع الهتافات. قلبت الهتافات بعنصريه وبدا اللي يخرجوا اللاعب بطريقه ما لهاش علاقه بالكوره، سلاح مش ملوش علاقه بالنزاهه. مش عايزين نقول كلام يعني تقيل، لان استغلوا، ما هو بني ادم، ما هو انسان قبل اي حاجه، لكن استغلوا جماهير وكانوا كسبانين. ولاعيبه فالنسيا كمان عامت على عون جماهيرها وبدات تستفزه وضرب وشخط. الراجل راح للحكم وقال له خرجني من المباراه، بس خرجه بطريقه يعني احنا سامعين النهارده في الصحف الاسبانيه ان جونيور فينيسيوس هيسيب هيتوقف اكتر من 8 ماتشات. وفي كلام تاني هي مؤامره لترك جونيور فينيسيوس الدوري الاسباني، كلام كتير في الصحف الأسبانية. لكن في تعاطف ثلاثة من أحسن لاعبي العالم، ثلاثي باريس سان جيرمان، نيمار اللاعب البرازيلي مع جونيور فينيسيوس في منتخب البرازيل تعاطف معاه ونزل تويتر وقال ان جونيور فينيسيوس مش هيمشي لوحده في موضوع العنصريه. وكمان كيليان امبابي واللاعب العربي الرائع اشرف حكيمي، كل ده تعاطف. كلنا اي حد مدريدي غير مدريدي لازم يتعاطف مع جونيور فينيسيوس، عشان اللي بيحصل دي مش كوره. الكوره الناس دي انت يعني متطوره جدا في كره القدم، وغير كره القدم بيلعبوا بطولات بملايين، وبعد المباراه ولا كان اي حاجه بتحصل في الملعب. فالموضوع خط اكبر من حجمه مع جماهير فالنسيا، اسلوب غير شرعي، اسلوب غير محترم، اسلوب غير ادمي ان هم يتعاملوا مع جونيور فينيسيوس بالعنصريه. وزي ما قلت لك في اول حلقه متقدمين جدا، ويقول لك مثاليه ويقول لك عنصريه، حاجه غريبه جدا. لكن الايام اللي جايه كل الصحف الاسبانيه مصدى الصوت، هيمشي من الدوري الاسباني، اخر ايامه في ريال مدريد، مؤامره ضد جونيور فينيسيوس عشان يسيب الدوري الاسباني، يجننك ويقول لك هيتوقف 8 ماتشات رغم العنصريه واعتداء لعيبه فالنسيا عليه. الايام اللي جايه هي اللي هتثبت لنا اللي هيحصل مع جونيور فينيسيوس. الاوضاع اللي بتحصل في الدوري الاسباني وموضوع العنصريه وموضوع المثاليه حاجه ما بنحبش نتكلم فيها، حاجه غيرنا، غير ادميتنا، غير ديننا، غير سياستنا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. تحياتي احمد الخواجه.